really we want to, as a friend of the A3, and having been on the Security Council ourselves, participating quite strongly. اسمحوا لي بأن أشيد بمجهودات وزير الشؤون الخارجية السيد العمامرة وبالمبادرة التي قامت بها الجزائر اليوم بتنظيمها هذه الندوة التي تهدف إلى التفكير في هذه الأرضية الإفريقية ومناقشة سبل تحسينها وتعزيزها، لأننا بحاجة إلى موقف إفريقي موحد بغية إعلاء صوت إفريقيا على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يكتسي هذا المسعى أهمية بالغة، لأنه يتم التعامل مع هذا الصوت عندما يكون عالي وواضحا على محمل الجد فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالسلم والأمن وعلى مستوى مجلس الأمن. لا يسعني إلا أن أؤكد على مدى قدرة هذا الصوت الواحد عندما يكون واضحا وقويا على التأثير على نظرة مجلس الأمن إلى إفريقيا وعلى تغيير مسار القرارات المتخذة في هذا المجلس الأممي لصالح القارة الإفريقية.